أغلب محبي كرة القدم لا يتحدثون اليوم على السوشيال ميديا إلا عن خسارة منتخب الأرجنتين أمام نظيره البرازيلي في نصف نهائي كوبا أمريكا، ربما لأنها المرة الخامسة التي يبدد فيها منتخب البرازيل أحلام نظيره الأرجنتيني للفوز بالبطولة. فالبرازيل أخرجت الأرجنتين من كوبا أمريكا 4 مرات، كان آخرها في عام 2007. العجيب أن أداء ميسي كان عالياً، وكانت فرص الأرجنتين كثيرة، وصلت إلى 14 تسديدة على المرمى مقابل 4 تسديدات فقط للبرازيل. لكن في النهاية منتخب السامبا كان الأكثر واقعية وعرف كيف يخرج فائزا. ورغم أن ميسي قدم كل ما يستطيع في المباراة، لا نستطيع أن ننكر أن الخسارة تعتبر فشلاً جديداً له مع الأرجنتين، لأنه لم ينجح في قيادة منتخب بلاده إلى أي لقب حتى الآن في مسيرته، باستثناء الميدالية الذهبية في أولمبياد 2008. ولذلك علق الحساب الموقع الرسمي لموقع ويكيبيديا بالعربي بأسلوب ساخر ورسالة لا يمكن أن نصفها إلا بقصف الجبهة، وكتب الحساب: كل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير منذ أكثر من 10 أعوام. تغريدة كهذه بالتأكيد أشعلت تويتر بتعليقات كوميدية وساخرة، لأن ميسي لم يكن محظوظاً بالمرة مع منتخبه، وفاقت الإخفاقات مجموع الانتصارات. دعونا نعرف ماذا قال الجمهور. أمام كل هذه التعليقات الساخرة كان هناك فريق مدافع عن ميسي، رأى أن هذا اللاعب العالمي لا يجب أن يتحمل أخطاء منتخبه، فالمنتخب ليس لاعباً واحداً. دعونا نعرف رأي هذا الفريق من تويتر. الأطفال لا يعنيهم كل هذا الجدل إذا ميسي أخفق أم تفوق، فهم لا يرونه إلا بطلاً كأبطال الأفلام الكرتونية التي يتابعهم، وإذا جاءت فرصتهم لمقابلته فستعكس تعبيرات وجوههم عن مشاعرهم تجاهه، وهذا ما ظهر في فيديو تم تداوله للحظات انتظار الأطفال للمنتخب الأرجنتيني. نشاهد.